فقدان 22 ونجاة 26 شخصا من جنسيات مختلفة بينهم تونسيون في غرق مركب صيدن بسواحل قرقنة. كان مستعملوه يعتزمون تجاوز الحدود البحرية خلسة. عمال النظافة في مدينة تونس يستأنفون عملهم طبقا لاتفاق بين رئاسة الحكومة المستقيلة والطرف النقابي الذي يمثلهم. تواصل الاحتجاجات في جابس بسبب عدم توفر مواطن شغل، ومحاولة اقتحام المحتجين لمقر الولاية نجم عنها مواجهات مع رجال الأمن. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في النشرة المسائية الأولى. تعرض فجر اليوم مركب صيدن كان مستعملوه يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه جزيرة لامبادوزا الإيطالية، تعرض للغرق في سواحل جزيرة قرقنة حسب ما أفاد به رئيس مركز الحرس البحري بيسفاقس. وأكد المصدر ذاته أن الفرق البحرية تمكنت من إنقاذ 26 راكبا من جنسيات مختلفة بينهم ثلاثة تونسيين، فيما بقي اثنان آخران في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية تمكنت من القبض على أحد منظمي رحلة الحرقة، ولا يزال البحث جاريا عن الاثنين الآخرين اللذين تحصنا بالفرار. أفضت جلسة عمل بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل اليوم إلى الاتفاق حول أن يتولى الطرف النقابي دعوة أعوان البلديات إلى استئناف عملهم قبل الساعة 6 من مساء هذا اليوم. كما اتفق الجانبان على جملة من الإجراءات المتعلقة بتسوية الوضعية المهنية للعمل، تتمثل في دخول المدونة المهنية حيز التنفيذ من يوم 18 فبراير 2000، إضافة إلى تسوية وضعية العمل البلديين المرسمين سنة 2011 و2000 حسب المرسوم عدد 36 طبقا لأحكام المدونة المهنية الجديدة، انطلاقا من دخول حيز التنفيذ بخصوص إعادة تصنيفهم المهني، وكذلك تسوية ملف الترقيات المجمدة للعمل البلديين في أجل أقصاه موفى السنة الحالية على أن يكون المفعول المالي بداية من غرة جويليا القادم، وذلك على أساس استحقاق 5 سنوات لكل مراجعة في الصنف. كما تقرر الزيادة الخاصة بمنحة الأوساخ من 14 إلى 30 دينارا بداية من غرة جانفي الجاري، والبت في النقاط الخلافية حول النظام الأساسي للعمل البلديين والنظر في التحفظات التي أبدتها الإدارة وإنهاء التفاوض في شأنها في أجل أقصى موفى أكتوبر 14 و2000. حملة النظافة التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وعدد من الأنهج المتفرعة عنها ساهمت وإن بشكل جزئي في الحد من الأوساخ المتراكمة بسبب إضراب عمال بلدية تونس لليوم 9 على التوالي. مع بين ولاية تونس ووزارة الداخلية والوكالة قررنا في إطار تنظيف المدينة واحد حبينا ننظف البلاد. إطار خايبة هي البلاد، لونها جا كل مسخة بصفة غريبة، وعنا عباد جينا وضيوف من برا واحد حابين ننظفوا بلادنا. والله بدينا من نولة البارح. حملة وإن نالت استحسان البعض فإنها وحسب آخرين لا تعد أن تكون حلا جزئيا لمشكلة من الحجم الكبير. الحمد لله خير من البارح، خير من البارح، خير من الجمعة اللي فاتت، كل خير منها. اليوم هبط داير سبيسيال مو باش نشوف الشيء هذا. الحمد لله توا تفرحت شوية. لا بالعكس أكثر، معناها وين تمشي تلقى الوسخ، معناها شيء عايف بالحق بالأخص في سانترفيل عنده قيمة. ما نقص شيء توقت الحاضر الدنيا ما نزب لك العادة في الباساج، حالة توجيت على ساقية من الباساج اللونية وين نمشي نلقى أسباب، مش نورمال، حاجة مش نورمال. وهذو ما غالطين في حساباته، تكواش يحب يعمل قراب باش يزيد زيادة وقت الحاضر وقت الدنيا في الحي ضاربة. وين هبت الدولة؟ وين الناس ماتت بالريحة مثل؟ والله فريمون شيء اسف، واحد في العمر هذا ما شفتش انا الخنار هذا بكل صراحه. ماهوش وقت جرافات ولا وقت باش يتوقف بلاد تويكا على حكايات فارغه، خلينا نتقدموا شويه يزينا من الجرافات. وفي انتظار الوصول الى حل يرضي جميع الاطراف، يبقى المواطن المتضرر الوحيد من وضع بيئي اصبح وحسب عدد من المختصين ينظر بكارثه بيئيه. المستشفى المحلي بالوسلاتيه غير مهيئ لإنقاذ بعض الحالات الاستعجالية في ظل انعدام الإمكانيات الضرورية،
وفاة امرأة جاءت لتضع طفلها تقيم الدليل على صعوبة الوضع وترديه. آدم ذو 8 سنوات يرضع أخاه نعيم. تغيرت الأدوار داخل المنزل الحزين بعد أن فارقت الأم الحياة. قبل بضع أسابيع حملت نعيم جبالي من هذا المنزل بقرية العثمنية إلى المستشفى المحلي بالوسلاتية لتضع مولودها. فماش عيني جبلة، ما فما القابلة موجودة غاديك، لكن ما هيش في السبيطار، لكن بعيد عليها. أنا كمشيت غاديك طليت عليها، ما حكيت ماضي ساعة ونص لقيتها لاباس، معناها طليت حالتها لاباس، أما امرأة نتاع ولادها. رجعت لها لقيتها تيابها، دخلت ما لقيت حد بحذاها في البيت الولادة هاي. أنا دخلت غاديك فماش حتى واحد. المشرفون هنا مقتنعون بأن المستشفى في حاجة ماسة لبعض الإمكانيات لمجابهة الحالات الاستعجالية. كانت الولادة في البداية معناها ولادة طبيعية، بعد تفطن معناها القابلة المشرفة على أنها هناك فما هناك معناها النزيف، وتم نقلها في الأثناء إلى المستشفى الجهوي أين يوجد معناها طب الاختصاص المستشفى الجهوي بالقيروان، لكن نظرا لبعد المسافة لذلك معناها تعكرت الحالة الصحية متاحة أكثر. مرضى كثيرون مروا من هذا الطريق على متن سيارة الإسعاف متجهين إلى المستشفى الجهوي بالقيروان، نظرا لغياب الإمكانيات بالمستشفى المحلي بالوسلاتية، لكن البعض منهم يفارقون الحياة قبل وصولهم. كثيرة هي النقائص المسجلة في بعض المستشفيات المحلية، لكن المندوب الجهوي للصحة يرى أنه من الصعب توفير أطباء اختصاص لها. في القانون ما فيش أطباء اختصاص في المستشفيات المحلية، وإحنا توا الوزارة وافقت على بعث مستشفى جهوي بحفوز اللي هو حوالي 27 كيلو تقريبا على الوسطية، وبشكون فيها إن شاء الله الجراحة وطب الأطفال. يبقى الأمل في أن توفر مخططات الوزارة سبلا للنهوض بهذه الأوضاع في المستقبل لتحول دون تكرار ما حدث. تتعدد أهداف معهد الأراضي القاحلة بمدنين، ويبرز دوره خاصة على مستوى تأطير الفلاح وإيجاد البدائل عن طريق البحوث العلمية، خاصة وقت الأزمات والجفاف. هذا الحقل التجريبي لمجموعة من النباتات الطبيعية الرعوية القادرة على التأقلم مع نوعية التربة وندرة الأمطار بالجنوب التونسي مثال على تثمين بحوث علمية مجددة ومستجيبة للمحيط الاقتصادي المحلي ينجزها مخبر البيئة والمراعي بمعهد المناطق القاحلة بمدنين بالشراكة مع المستغلين الفلاحيين ومربي الماشية. النباتات معنا الرعوانية هذه باش نقوم بها الماء عندنا، فهمت ولا لا؟ باش نقوم بها الواحد ما دام العلف غالي اخوي، ما عادش طايلين وما دام هي الحكايه. اما المناطق الكحله عملنا مع سي طاهر المحمدي التجربه هذه باش احنا ناخذوا نتائج التجارب البحثيه نتاعنا ونطوروا الانتاج الاعلاف بنباتات مقاومه للملوحه كما تشوفوا لهنا احنا على جنب في الصبخه. هو واحد من حقول عديدة أنجزها هذا المخبر بعد سلسلة من التجارب والبحوث التي تستهدف المحافظة أولا على موروث طبيعي ثري من النباتات الطبية والعطرية والرعوية النادرة، ومن ثم الاستفادة منها اقتصاديا. لهذا بعث هذا المخبر والمؤسسة ككل، وهو التنمية، أي الاستفادة من هذه النباتات لأغراض تنموية وتوظيف هذه الخصائص حسب قدرات هذه النباتات، وهذا يستوجب العمل الحقيقة مع أطراف ومع فاعلين آخرين غير المعهد. مخبر البيئة والمراعي وما أنجزه من بحوث إلى جانب بقية مخابر معهد المناطق القاحلة بمدنين ثمرة مجهود جماعي واعتراف دولي بنتائجها ومردوديتها على أوسع نطاق. ونبقى في ولاية مدنين، حيث يعتبر أهالي معتمدية سيدي مخلوف أن منطقتهم من بين المناطق الأقل تنمية في الجهة، وأن ما يتوفر بها من تجهيزات في حاجة إلى صيانة إلى جانب انعدام خدمات أخرى بالمعتمدية.
معتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين ما توفر بها من بنية أساسية في حاجة للصيانة وإعادة التهيئة وخدمات مختلفة أخرى غائبة عن الواقع المحلي في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والشباب والرياضة، يعود ذلك بحسب متساكنها إلى غياب مجلس بلدي يدير دواليب الحياة اليومية. ماذا بنا تتركز بلدية لهنا في سيدي مخلوف؟ المعتمدية الوحيدة في الولاية. المعتمدية الوحيدة ما فيهاش بلدية. طرقات مثلا النظافة مثلا برشا حاجات تساعدنا البلدية. بني فوضوي معناها ثم حتى بارو خص وثم حتى مجاري معناها مائية شفاه معناها ماهيش منظمة، خطوط كهرباء زاد كيفاش ماهيش منظمة. نحبوا شبكة، نحبوا يا خويا بنية أساسية فهمت تكون صالحة فهمت. الملعب البلدي زاد كيف ماهوش مهيأ. فهمتني؟ عديد النقائص موجودة في المعتمدية هذه. السلطة المحلية بسيدي مخلوف أعدت كل الوثائق والمستندات الضرورية لإحداث بلدية بالمنطقة، وتنتظر تفعيل إجراء حكومي اتخذ سابقا بشأن أحداث بلديات بكل مراكز المعتمديات. احنا على مستوى محلي وعلى مستوى معتمدية سيدي مخلوف كنا راسلنا الجهات المعنية في الغرض، وننتظر في واقع الأمر في إجابة في خصوص هذا الطلب. و هو طلب ملح حقيقة لأهالي سيدي مخلوف نظرا للخدمات اللي توفرها البلدية. في إحداث مجلس بلدي بمعتمدية سيدي مخلوف تخفيف من معاناة حالية للمتساكنين وتوسعة لدائرة الاختيارات والمقترحات عند إعداد المخططات التنموية بالمنطقة. تتواصل في جابس المسيرات والاحتجاجات على خلفية مطالب التشغيل والتي وصلت إلى محاولة اقتحام مقر ولاية جابس وما نجم عنها من مواجهات مع رجال الأمن. إشاعات تعددت فيما يخص انتداب عمال في شركة البيئة بجابس أججت غضب العاطلين عن العمل رغم نفي الصلة الجهوية لها في عديد المناسبات. تدخلت اليوم قوات الأمن بجابس باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق شباب المحتج أمام مقر ولاية جابس والذي حاول اقتحام مركز هذه الولاية. وتيرة الاحتجاجات كانت قد تصاعدت منذ يوم أمس، حيث يطالب الشباب العاطل عن العمل بتمكينه من عقود تشغيل بشركة البيئة والبسنة التي كونها المجمع الكيميائي التونسي منذ أكثر من سنتين والتي لم يقع تفعيلها إلى اليوم على الرغم من صرفها شهريا لرواتب هامة. الصولة الجهوية أكدت أن الأخبار التي راجت مؤخرا حول اعتزام هذه الشركة توزيع عقود جديدة للعمل بهذه الشركة لا أساس لها من الصحة. تأكيد يبدو أن الكثير من الشباب لم يصدقوا بسبب تواصل الإشاعات التي غضت طموح العديد من العاطلين عن العمل في الحصول على شغل. تفاقم ظاهرة البطالة وعدم تفعيل شركة البيئة بجابس زاد في تعميق إحساس الكثير من الشباب العاطل عن العمل بالغبن والحيف الاجتماعي، وبات يمثل خطرا حقيقيا على السلم الاجتماعي بجهة عرفت بالهدوء. في جابس الكل يؤمن بقدرة هذه الجهة على أن تكون من الأقطاب التنموية الهامة بالبلاد متى تم إعطاء دفع حقيقي للملفات التنموية الكبرى بهذه الربوع. وفي جابس أيضا توقف التسويق بمصنع الإسمنت بسبب خلاف بين إدارة المصنع وشركة النقل ما أثر على تزويد السوق المحلية بهذه المادة الأساسية وجعلها مصدرا للمضاربات. كان لتوقف عمليات التسويق بشركة الإسمنت بجابس الأثر السلبي في تزويد سوق الجهة بمادة الإسمنت. حظائر البناء وكذلك التجار بيع الإسمنت وجدوا صعوبة كبيرة في التزود بهذه المادة التي انتعشت عملية ترويجها بالسوق السوداء وارتفعت أسعارها بشكل ملفت. لمدة جمعة تقريبا 10 أيام حاجة منك صبيت شوية سيمان المترو مكعب متر كوب مكعب 105,000. اليوم صبيت طرف سيمان حتى هو صبيت البازيت 135,000. معنا في جمعة معنا 30,000 حجامة وزيد ما ثمش. احنا مستعدين للحرب هذه. أنا يبدأ التسرون بيدا مستعد ويبدأ يدس مسكين وخايف فهمتني ويتسلف مرات يجيب على وجهه ومرات فهمت الطرق اللي نعرفها الكل مع الأسف. الاسمنت فيما شوي مشكلة عن طبعا قرب 10 أيام طبعا معنا من غير اسمنت فهمتني.
والمعمل مسكر فهمتني ما يخدمش والخدمه الرئيسيه الاسمنت هنا من غير اسمنت ما يخرج شيء فهمتني. توقف التسويق بشركه الاسمنت بجابس كان بسبب خلاف الاداره العامه لهذه المؤسسه مع شركات النقل بعد ان اوقفت هذه المؤسسه الضمان المالي الذي كانت تقدمه لهذه الشركات على اثر تحرير اسعار الاسمنت. مساعي عديدة تم بذلها لتسوية هذا الخلاف، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أكد أنه قد تم التوصل إلى حل سينهي هذه الأزمة. توصلنا اليوم إلى حل أن تبقى الأمور كما كانت، بمعنى أن معمل الإسمنت يأخذ ثمن النقل من الحريف ويوصله لأصحاب العربات، وهو هذا ما كان مطلوب. في جابس قطاع البناء انتعش في السنوات الأخيرة بشكل كبير وبات يعد من أبرز القطاعات المشغلة بهذه الولاية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. فقدان 22 26 شخصا من جنسيات مختلفة بينهم تونسيون في غرق مركب صيد بسواحل قرقنة. عمال النظافة في مدينة تونس يستأنفون عملهم طبقا لاتفاق بين رئاسة الحكومة المستقيلة والطرف النقابي. تواصل الاحتجاجات في جابس بسبب عدم توفر مواطن شغل ومحاولة اقتحام المحتجين لمقر الولاية نجم عنها مواجهات مع رجال الأمن. شكرا للمتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.